نصح الشاب التقي ابنه عمه ليلى بارتداء الحجاب والالتزام بالاخلاق الكريمه واخبرها بانه سيتقدم لخطبتها الا ان ليلى رفضت نصائحه حيث انها كانت مستسلمه تماما لاراء وافكار صديقتها نهى التي اخبرتها بان ابن خالتها فهمي هو الابن الوحيد لوالديه وانه معجب بها ويريد ان يتزوجها ففرحت ليلى كثيرا وبالفعل تزوج فهمي من ليلى وسكنت معه عند والدته في سكن متواضع. وبعد شهرين من الزواج حاول فهمي ان يقنع زوجته بالسفر الى احدى دول الخليج لتعمل مربيه اطفال بمرتب كبير. ومن خلال عملها سيشتري لها سكنا جميلا بل وسياره وارضا واشياء كثيره. ومع تردد الزوجه تدخلت صديقتها نهى واقنعتها بالفكره. فسافرت الزوجه وبدات عملها وبعد عام ارسلت لزوجها مبلغا كبيرا اشترى به شقه جميله كتبها باسمه وعندما ارادت العوده او حتى لقضاء اجازه بجانب زوجها اخبرها ان الشقه بلا اثاث وعليها البقاء بالخليج حتى يتمكن من تاثيث الشقه ظلت ليلى خمسه اعوام وقررت العوده دون ان تخبر احدا خاصه بعدما اخبرها زوجها بانه اثث الشقه واشترى سياره وقطعه ارض في مكان راق استقلت ليلى الطائره عائده الى ارض الوطن الى الدفء والحنان مع زوجها الى عش الزوجيه الجديد الذي كونته بخمسه اعوام من الشقاء والصبر على الغربه والفراق خمس سنوات متتاليه مرت عليها بطيئه ممله قاسيه أملا في تحقيق أحلامهما المشتركة. هبطت الطائرة على أرض المطار، فتوجهت إلى عنوان شقتها الجديدة التي علمت بمكانها من زوجها، وعندما وصلت دق جرس الباب، ففتحت لها سيدة شابة، وعندما دققت النظر وجدتها نهى، صديقتها المقربة، وكاتمة أسرارها. أخبرتها نهى أنها تزوجت فهمي، وهي في الغربة حتى لا يصبح وحيداً. ووسط دهشتها خرج زوجها وهو يبتسم دون مبالاه، وقال لها: لقد اشتريت كما طلبت مني هذه الشقه واثثتها واشتريت سياره وقطعه ارض، وكل هذا باسمي، فاهدئي قليلا حتى نستطيع التفاهم. ثم ابتسمت نهى وقالت ساخره: لا مانع عندي ان تسكني معنا، فقط لتقومي بتربيه اطفالنا القادمين، خاصه وان لك خبره في هذا الامر. جن جنون الزوجه. ولم تقل الا جمله واحده حسبي الله ونعم الوكيل ثم اغمي عليها وعندما افاقت وجدت نفسها في بيت اهلها فاوصاها والدها بالصبر واللجوء الى الله الذي نسيته كثيرا فبكت ليلى وتابت الى الله وارتدت الحجاب وبدات تصلي وتقرا القران وتقوم الليل وتدعو الله بالدموع ان يغفر لها وبعد شهر ارسلت ليلى والدها الى زوجها يطلب منه طلاقها فرفض الزوج طلبها وهنا غضبت نهى كثيرا واتهمته بالحنين لها ثم طلبت منه ان يكتب لها الشقه بما فيها باسمها او يعطيها قطعه الارض ولكن فهمي رفض طلبها واخبره بانه طلقها وارسل لها ورقه الطلاق منذ يومين لم تصدق نهى ما تسمع وبدون ان تدري وجدت بيدها سكينا فطعنت بها زوجها عده طعنات فمات في الحال وتم إلقاء القبض عليها وأخذت ليلى الميراث كله أما نهى فقد حرمت من الميراث لأنها قاتلة لقد عاد كل ما كتبه الزوج لنفسه إلى زوجته ليلى التي نجأت إلى الله وسلمته أمرها فانتقم لها وعوضها وأدخل في قلبها الرضا والسعادة بطاعته وحسن الظن به ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأن يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام